بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة عندنا حدثين مهمين جدا. أولا النهاردة بإذن الله الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هيدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراتين حاسمتين في الدوري العام، مباراة الإسماعيلي غدا في استاد برج العرب، ثم مواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل ضمن اللقاءات المؤجلة للنادي الأهلي. مباراتين في اسكندرية، فبالتأكيد الفريق هيفضل في اسكندرية خلال الثلاث أربع أيام اللي جاية. كمان النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الأولمبي، النهاردة بيخوض مباراة دور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. هذه المباراة هي مؤهلة بشكل مباشر إلى الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024، وفي نفس الوقت هتكون مؤهلة إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وهذه البطولة منتخب مصر وحامل لقب النسخة الأخيرة عندما صادفناها عام 2019. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الجهاز الفني بقيادة ميكالي، وإن شاء الله بإذن الله نبارك لبعضنا مساء اليوم ونشوف بقى التأهل للمباراة النهائية، وبإذن الله يكون حجزنا مقعد كمان في الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام المقبل. حلقة فيها كواليس مهمة جدا، وكمان هنتكلم على آخر الأخبار والاستعدادات بخصوص تدريب الأهلي اليوم. النهاردة التدريب الختامي قبل السفر إلى الأسكندرية مساء اليوم بإذن الله. ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا، هذه المباراة المؤجلة اللي هتتلعب بكرة على استاد برج العرب. توقعاتكم للتشكيل تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنشوف أكتر توقع للتشكيل اللي ممكن يلعب بيه كولر مباراة الغد. وأعتقد بنسبة كبيرة جدا هيكون التشكيل الأساسي في ظل أنك بتحاول قدر الإمكان تنهي المسابقة مبكرا وتحسم المباريات القادمة، فوز على الإسماعيلي، فوز على الاتحاد، فوز إن شاء الله على الزمالك يضمن لك الإعلان الرسمي كأنك أو كالأهلي بطل للدوري العام خلال هذا العام بعد فقدان البطولة خلال العامين الماضيين. ولكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الإسماعيلي. وكمان الأهلي يدخل معسكرا مغلقا في الأسكندرية الليلة. وأخيرا مواجهة حاسمة للمنتخب الأولمبي للتأهل لأولمبياد باريس. طيب استعرضنا مباريات اليوم، النهاردة في جولة كده من المباريات المحلية والمباريات الإفريقية. لو هنبدأ بأمم إفريقيا تحت 23 سنة، البطولة اللي بتستضيفها المغرب حتى يوم 8 يوليو المقبل. النهاردة مباراة مصر وغينيا في طنجة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، طبعا قدامكم على الشاشة 6 ده بتوقيت المغرب، ولكن المباراة هتكون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. طب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، المغرب هتلعب مع مالي في الرباط، والمباراة دي هتكون الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت المغرب. طب نروح لمباراة اليوم في كأس مصر. النهاردة بنتكلم على مباريات كأس مصر واستئناف مباريات دور الثمانية. امبارح بيراميدز كسب البنك الأهلي 3-0 وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي، هيلاعب الفايز من الزمالك والمقاولين العرب. ولكن قبل هذه المباراة في مباراة تانية مهمة هتتلعب الساعة 6 ما بين النجوم وإنبي. هذه المباراة هتتلعب على استاد بتروسبورت الساعة 6 إن شاء الله، ثم يليها لقاء الزمالك والمقاولين الساعة 8:30 على استاد القاهرة الدولي. الفائز من الزمالك والمقاولين هيواجه بيراميدز في الدور نصف النهائي اللي لسه ما تحددش ميعاده خلال الفترة اللي جاية، لكن الفائز من النجوم وإنبي هينتظر مباراتين عشان يعرف الطرف اللي هيواجهه في الدور نصف النهائي. الفائز من الأهلي والداخلية، ودي المباراة اللي تحدد ميعادها يوم 30/7، والمباراة الأخرى ما بين حرس الحدود والمصري، ودي اللي هتتلعب يوم الخميس اللي جاي عشان نعرف الطرف اللي هيطلع من الأربع فرق عشان يواجه الفائز من إنبي والنجوم في الدور نصف النهائي عشان يكتمل المربع الذهبي اللي لسه طبعا مش عارفين مواعيده، وغالبا هتكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ولكن ده في حال خروج الزمالك من الدور الأول في البطولة العربية. لكن لو الزمالك كمل في البطولة العربية، اتحاد الكرة هيستنى على خروج الزمالك عشان يقدر يحدد مباريات كأس مصر، ده في حال إذا الزمالك تخطى المقاولين الليلة. لكن لو الزمالك خرج النهاردة في الكاس، مباراة كأس مصر والبطولة هتنتهي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس. دي كانت مقدمة مهمة جدا في برنامج الترند. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة الأخبار والكواليس في فقرة ترند الترند. بصراحة أغنية قوية جدا وفيها مشاعر وأحاسيس
بتعبر عن قوه ودور جمهور النادي الاهلي مع النادي الاهلي عبر التاريخ وعبر الازمنه. يا جماعه احنا لو اتكلمنا على جماهير النادي الاهلي ودورها ايه في كتابه وصناعه تاريخ النادي الاهلي هنعمل مجلدات ونعمل حلقات وهنفرد ساعات نتكلم فيها عن دور الجمهور الكبير قوي قوي في فترات صعبه جدا مرت على النادي الاهلي، مش في النتائج، مش في الماتشات، مش في المباريات، لا 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 لا، ده في قرارات وفي اجتماعات وفي مواقف كانت صعبه جدا مرت على النادي، ولكن قدر الاهلي يقوم بجمهوره. وكلنا فاكرين الجمله الشهيره اللي قالها عم حارس، طبعا احد الاساطير اللي موجوده في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي، وكان موجود على مدار اكتر من حوالي 30 40 سنه في النادي الاهلي، ربنا يديله الصحه يا رب باذن الله. قال لك الاهلي لو وقع بيعرف يقوم، والاهلي دايما بيعرف يقوم، بس الاهلي ما بيقوم بيقوم بدور جمهوره. فالاغنيه دي بصراحه يعني جميله جدا وقويه جدا وفيها مشاعر ودور مهم جدا لجماهير النادي الاهلي. طيب بكره عندنا مباراه مهمه جدا مع النادي الاسماعيلي، مباراه جماهيريه في المقام الاول، وعشان اهميه المباراه ودور المباراه ودور الجمهور في المباراه، يمكن النادي الاهلي كان اعلن عن تنظيم رحلات جماهيريه لكل الجماهير اللي حجزت من خلال سيستم تذكرتي عشان تسافر وتؤازر وتساند الفريق في هذه المباراه في ملعب برج العرب. النادي الاهلي بالامس اعلن عن تنظيم رحلات مجانيه لجماهيره الى مدينه الاسكندريه لمؤازره الفريق في مباراته امام الاسماعيلي. التجمع بكره باذن الله هيكون الساعه 12 الظهر امام بوابات فرع النادي في الشيخ زايد، على ان تتحرك الاتوبيسات الى الاسكندريه في تمام الساعه 1:30، يعني الجماهير تبدا تتجمع الساعه 12 قدام فرع النادي في الشيخ زايد، والتحرك هيكون الساعه 1:30. ولكن في ضوابط محدده ومعينه لهذه الرحله، اي مشجع هيجي لازم يكون معاه حاجتين: تذكره المباراه والبطاقه الخاصه بالفان اي دي الصادره من شركه تذكرتي. كمان يحظر على اي مشجع اصطحاب اي ادوات تتعارض مع سلامه الجماهير والمنشات سواء اثناء السفر او حتى خلال المباراه، عشان باذن الله المباراه تمر بشكل جيد جدا والجماهير يكون لها دور ايجابي وتبقى رحله ممتعه باذن الله سواء في الذهاب او حتى في العوده، ونقررها ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في مواجهه الاتحاد السكندري. طيب مباراه بكره احنا محتاجين منها ايه؟ محتاجين منها 3 نقاط. الاهلي الفتره اللي جايه ما بيفكرش الا في حاجه واحده بس، يكسب عشان يخلص الدوري بدري. ايه فكره ان الاهلي يخلص الدوري بدري؟ عشان تستعد للموسم اللي جاي. مع الناس برضو لازم تاخد بالها، الدوري بنسبة 90% على أعتاب مقر النادي الأهلي في الجزيرة. خلاص يعني احنا بنتكلم في كلها في أيام قليلة جدا. ويعني مش هنروح لأسوأ الظروف، اللي أنت محتاج 8 نقاط ومتبقي لك 8 مباريات، فأنت محتاج من كل مباراة نقطة. يعني أكيد طبعا ده مش حد يفكر فيه ولا هيحصل عشان يستنى لغاية 26/7، فترة طويلة جدا. وصعب على أي فرقة بعد ما لعبت لغاية دلوقتي 51 مباراة لسه كمان في رصدها حوالي 7 مباريات، فانت داخل في مرحله 58 59 مباراه لسه مباراه الكاس، فانت هتعدي 60 مباراه، مفيش فريق يقدر يستحمل هذا الضغط الكبير من المباريات. فعشان كده كولر والجهاز الفني واللعيبه من ساعه ما رجعوا من نهائي دوري الابطال والفوز على الوداد بالبطوله الافريقيه تركيزهم كله على حسم الدوري مبكرا. حصلت يعني عثره بسيطه في لقاء فيوتشر، ولكن ده وارد نتيجه ضغط الماتشات. انت عامل 9 انتصارات متتاليه، طبيعي ممكن تتعادل مباراه، وفعلا انت تعادلت مباراه مع فريق يعني مش بينافس على البقاء في الدوري، ده فريق ثالث الدوري، اقل الفرق خساره في الدوري، خسر 4 ماتشات. الزمالك اللي هي مباراه قمه، الزمالك خسر 7 ماتشات، فكانت مباراه صعبه. التوفيق كان من حسن حظ فريق فيوتشر، فرص كتيره ضاعت، الاهلي كان متسيد المباراه بشكل كبير، ولكن خلاص مباراه وانتهت، نبدا نفكر ونركز على مباراه الاسماعيلي. كل التركيز على مباراة الإسماعيلي من أجل حصد الـ3 نقاط. كولر هيفكر إزاي؟ هيحضر إزاي للمباراة؟ ممكن مين التشكيلة المثالية؟ أكيد لازم يلعب بالتشكيلة الأساسية، في ظل إن الإسماعيلي كمان عايز يطلع بأي نتيجة إيجابية، لأن الإسماعيلي السنة دي بيصارع على البقاء في الدوري. الإسماعيلي عنده مشكلة في مسألة الاستمرار في الدوري الموسم القادم. الإسماعيلي ناقص له 3 ماتشات. لو خسر مباراة الأهلي هو عنده مباراة تانية مع فريق منافس ليه في ترتيب البقاء في الدوري مع الداخلية. أي نتيجة سلبية هتهدد الإسماعيلي بنسبة كبيرة للهبوط للدرجة الأدنى. فبالتالي من هنا تأتي قوة وأهمية مباراة الإسماعيلي مع الأهلي، في ظل إن الإسماعيلي عايز نقاط والأهلي محتاج الـ3 نقاط.
الاسماعيلي ممكن يقول لك ايه نقطه ايجابيه مفيده بالنسبه لي، لكن الاهلي بيفكر في الثلاث نقاط، ثلاث نقاط عشان تقرب نوعا ما من اعلانك بطلا للدوري العام. طيب مين العناصر اللي ممكن يعتمد عليها كولر؟ اكيد بنسبه كبيره هيكون موجود محمد شريف، كهربا، احمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، كلنا عارفين في وسط الملعب دلوقتي عمرو السوليه مصاب، حمدي فتحي مش موجود لان حمدي خلاص على اعتاب الاعلان خلال الساعات اللي جايه لانتقاله واحترافه في الدوري القطري في انتظار الاعلان الرسمي بعد اجتياز الكشف الطبي والتفاصيل اللي النادي الاهلي هيعلنها في حينها ان شاء الله. ولكن انت بتتكلم في وسط الملعب ما عندكش غير مروان عطيه واليو ديانجو، بيتم دلوقتي الاستفاده ما بين قفشه وقندوسي، كريستو محمد الضوي، كريستو اللاعب التونسي لعب مباراه فيوتشر في اخر 12 دقيقه وظهر بشكل كويس جدا، ممكن كولر يعتمد عليه ولكن مش في التشكيله الاساسيه. عندك طاهر نزل كبديل، هل ممكن يبدا في التشكيله الاساسيه ولا لا؟ خط الدفاع يمكن من اكتر الخطوط اللي فيها استقرار اكتر، يعني عندك محمد هاني باك رايت، علي معلول باك ليفت، عندك ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اتنين مساكين، بيجي بعدهم من بعيد شويه رامي ربيعه متولي عنده اصابه وممكن يلحق على نهايه الموسم او يلحق مباريات الكاس. حراسه المرمى في تركيز اكتر على محمد الشناوي لحين حسم الدوري. ففي تفاصيل كتيرة قوي على السوشيال ميديا بقى في مسألة التشكيلة الأساسية، مين هيبقى مريح الماتش ده، مين هيلعب أساسي، مين هيبقى بره المباراة عشان راحته للمباراة الجاية. أنا بتوقع وكلنا شايفين من خلال متابعتنا للتدريبات ومن خلال زمايلنا المراسلين اللي معانا بشكل يومي من تدريبات الأهلي، لا الفريق بيفكر في حسم الدوري، فالمباريات اللي جاية مباريات جماهيرية، ماتش الإسماعيلي، ماتش الاتحاد، ماتش الزمالك، ثلاث لقاءات جماهيريه، فبتلعب على الانتصار والتسع نقاط عشان تحسم الدوري. بعد ما تحسم الدوري باذن الله ان شاء الله يعني تبدا تفكر بقى في المرحله اللي جايه، مين ممكن ياخد اجازه، مين ممكن نعتمد عليه في المباريات المتبقيه في الدوري، هل كاس مصر لو استمر واتلعبت مبارياته في اول اسبوع من اغسطس ممكن نلعب بالصف الثاني، يعني كل الامور دي اكيد هيبقى فيها حسم واعلان تفاصيل كتيره جدا عقب مباراة الزمالك إذا حسمت التسع نقاط في الثلاث لقاءات المقبلة. ولكن مهم جدا أننا نقف في ظهر الفريق، نركز على فكرة أن الفريق عامل السنة دي موسم رائع جدا على جميع المستويات، وما نصدرش فكرة الأهلي تعادل احنا عندنا أزمة، يعني بطل إفريقيا بالبطولات اللي كسبها دي كلها هو إن شاء الله بطل للدوري العام، في فرق السنة دي كانت بتنافس الاهلي في البطوله الافريقيه لم تفوز بالدوري في بلدها، يعني اللي كان الطرف اللي بيواجه الاهلي في نهائي افريقيا الوداد دور الابطال وخسر الدوري المغربي، ترجي التونسي كان بينافس الاهلي وكان منافس للاهلي في الدور نصف النهائي خسر دوري الابطال وخرج من الدور نصف النهائي وخسر الدوري التونسي، بطل الدوري التونسي هو النجم الساحلي التونسي، بطل الدوري المغربي الجيش الملكي. طيب المنافس اللي كان مع الاهلي في دور الثمانيه الرجاء الرياضي المغربي خسر دوري الابطال وخرج على يد الاهلي وكمان بنسبه كبيره ممكن ما يتاهلش للمسابقات الافريقيه الموسم المقبل في حال خروج الرجاء من الدور نصف النهائي في كاس العرش. فانت السنه دي الاهلي على المستوى المحلي والافريقي بيقدم موسم استثنائي، مفيش فريق فاز بالبطوله الافريقيه والبطوله المحليه الا النادي الاهلي، قدر يجمع كل البطولات السنه دي، عمل ثلاثيه بنتكلم في الكاس والسوبر وان شاء الله الدوري كمان اهو السنه دي. فانت بتتكلم في نتائج كلها مميزه، ربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه وتكون يعني فتره جيده عشان نبدا نستعد للموسم الجديد. وانا باكد لكم من دلوقتي وعايزين تاخدوها عنوان خدوها على مسؤوليتي الشخصيه، بدايه الاهلي للموسم اللي جاي بنسبه تتخطى اكتر من 70-80% هتكون الدوري العام، ليس هناك اي مسابقه افريقيه او اي مباراه افريقيه للاهلي الفتره اللي جايه، السوبر الافريقي في 8 بنسبه كبيره هيتاجل، دور الأبطال الأهلي مش هيبدأ منافسات دور الأبطال إلا من شهر ديسمبر مع انطلاق مباريات دور المجموعات، دور السوبر الإفريقي لسه في أواخر شهر أكتوبر، فأول مباراة محلية أو أول مباراة للأهلي الموسم اللي جاي هتبقى الدوري العام إذا انطلق في الأسبوع الأخير من شهر 9 أو كأس النخبة اللي هو كأس السوبر المجمع اللي ممكن يتلعب في الإمارات في أول أسبوع من شهر 10. ففرصة كويسة جدا، عندك شهر 8 بالكامل ممكن يبقى أجازة، ممكن نص شهر 7 يبقى اجازه للتشكيله الاساسيه والعناصر الاساسيه، وعندك كمان اول اسبوعين من 9، فانت بتتكلم في فتره شهر ونص شهرين ممكن تدي فيها راحه سلبيه 3 اسابيع وتعمل فتره اعداد جديده عشان تخوض الموسم القادم بتحديات صعبه جدا، وهتبقى انت الفريق الوحيد اللي داخل المسابقات الافريقيه
بإعداد علمي وبدني وفني ممتاز عكس كل الفرق. الوداد مشغول بالبطولة العربية ولسه بيلعب، عنده مباراة كأس العرش. ترجي التونسي عنده البطولة العربية، هيطلعوا من البطولة العربية على الدوري المحلي وعلى البطولة الإفريقية وعلى دوري السوبر الإفريقي. ولكن الفريق الوحيد اللي هيبقى عنده مساحة إنه ياخد أجازة أو يحصل على أجازة بشكل مناسب هو الأهلي، وده القرار اللي كان خده مجلس إدارة الأهلي منذ فترة. والنهاردة هنبدأ نشوف تبعات هذا القرار ونتائجه الإيجابية لما نبص على نهاية الموسم والاستعداد للموسم الجديد في ظل التعديلات اللي هتطرأ على الأجندة خلال الفترة اللي جاية. دي كانت أبرز الموضوعات اللي عايز أتكلم فيها بخصوص مباراة الإسماعيلي وما هو قادم بالنسبة للأهلي في حالة ختام الموسم بشكل مبكر جدا. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل باقي فقرات برنامج الترند. طيب، زي ما احنا شايفين وبنتكلم على الحالة المعنوية اللي بنتكلم عليها بخصوص المرحلة اللي جاية، واحنا على اعتاب بإذن الله بطولة جديدة تضاف إلى سلسلة البطولات اللي اتحققت في موسم 2023 2022 2023، مواسم كلها داخلة في بعض والبطولات محدش عارف الكاس اللي فات من الكاس اللي جاي. ولكن لو بنحسبها من الفترة من سبتمبر 2022 حتى يوليو 2023، لا بنتكلم في يعني ما يقرب من 4 بطولات اتحققت، وفي التاريخ يعني في الطريق ان شاء الله البطولة الخامسة، بطولة الدوري العام. طيب، فريق النادي الأهلي استأنف تدريباته منذ قليل على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويمكن قدامنا على الشاشة هو جانب من تدريبات النادي الأهلي على ملعب التتش. يمكن ده التدريب الأخير قبل التوجه إلى الأسكندرية. بعد قليل بإذن الله الفريق يتحرك إلى الأسكندرية للمبيت هناك والدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراتي الإسماعيلي والاتحاد. قدامنا طبعا على الشاشة محمد فخري. ناس كتير كانت بتتكلم على موضوع محمد فخري، بالمناسبة كويس إن هو ظهر معايا في اللقطات دي، للناس كتير كانت بتقول محمد فخري مضى لأحد الأندية وإن السنة دي هي آخر سنة ليه مع النادي الأهلي. يا جماعة، محمد فخري أصلا السنة اللي فاتت مدد عقده مع الأهلي 3 سنين جاية، عشان بس الناس لما تيجي تكتب تبقى تاخد بالها بس من الفترات الزمنية لعقد كل لعيب. قدامنا محمود كهربا، حسين الشحات، ده الجهاز الجي بي اس المتعلق طبعا بالحالة لكل لاعب، الهايلايتس والأرقام والحالة البدنية والتحركات، شغل يمكن مهم جدا علمي بيقوم بيه محلل الأداء. واللعيبة بتركب الجزء ده في الجزء الأخير من التيشيرت قبل بداية التدريب. شايفين قدامنا أفشة، مصطفى شوفير، علي لطفي، مصطفى مخلوف، ياسر إبراهيم، محمد الشناوي، حسين الشحات، كهربا، أليو ديانج، علي معلول، يعني كل الفريق بيحاول يتجمع. طاهر، محمد طاهر قدامنا، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، يعني زي ما قلت لحضراتكم محمد شريف، كل اللعيبه يعني بتستعد بقى. ونزول كمان مارسيل كولر المدير الفني السويسري اللي بيكتب تاريخ رائع جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. واللي بيعجبني في كولر ما بيلجاش للصحف السويسريه ولا بيلجا للصحف الاجنبيه عشان يتكلم على شغله. الراجل من ساعه ما جه لغايه دلوقتي ادور على خبر مكتوب عنه بره اطلاقا، ادور على تصريح اطلاقا. الراجل مركز في تدريبات الاهلي، مركز في شغله مع الاهلي. اللقاء الحواري الوحيد اللي عمله لما سافر في الفترة اللي كانت ما بين بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا وقبل استئناف الدوري، الأجازة اللي اتخذت بعد ماتش الفاينل اللي كانت في شهر 5، عمل حوار كده وكان حوار رائع على الفترة اللي بيقضيها مع النادي الأهلي. ولكن الرجل مركز جدا مع الأهلي في المرحلة اللي موجود فيها. شايفين كمان كريستو اللاعب التونسي اللي متوقع خلال الفترة الجاية هياخد نسبة كبيرة جدا من المشاركات عشان يتم تجهيزه وتحضيره للفترة اللي جاية. كريستو ظهر مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب في الأرجنتين بشكل رائع جدا، وكان لاعب محوري وليه دور مع تونس في التأهل للأدوار النهائية. فمع النادي الأهلي إن شاء الله كمان هيكون ليه دور في الفترة اللي جاية. قندوسي بيأدي دور مهم جدا، بيتبادل فيه مع أفشة. كلام بقى فكرة على اللاعبين الأجانب اللي ممكن يمشوا، ممكن الأهلي يتعاقد مع مين. بصوا أنا هقول لكم على جملة وخدوها مني واستنوا لغاية لما موسم الانتقالات يبدأ ويبدأ فكرة التعاقدات والإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة. طيب، قبل ما أروح للجزئية دي، أنا قدامي على الشاشة طبعا كابتن أحمد صديق نجم النادي الأهلي وأحد اللاعبين اللي سطروا تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي. أحمد صديق من اللعيبة الجميلة المحترمة اللي تستاهل كل خير خلال الفترة اللي جاية، بيقضي فترة معيشة مع الجهاز الفني ومع فريق النادي الأهلي. وصديق طالما خد قرار إنه هيشتغل في التدريب مش هيلاقي افضل من النادي الاهلي عشان ياخد معاه فتره معايشه، وفي نفس الوقت كمان النادي الاهلي مش هيلاقي افضل من محمد احمد صديق ان هو يديله مساحه انه يجي ويعمل فتره معايشه مع النادي الاهلي. احمد صديق على فكره ليه مواقف ممتازه جدا مع النادي الاهلي في السنوات اللي فاتت، فيما هو معلن
وفي حاجات مش معلنه، يعني في حاجات معلنه وفي حاجات مش معلنه، ولكن احمد صديق من اللعيبه اللي كانت في جيل انا كان ليا الشرف اني اتعاملت معاهم عن قرب، سواء في التدريبات، في المباريات، في السفريات والرحلات الافريقيه. لعيب بجد يليق انه يكون لعيب في النادي الاهلي، واتمنى له يا رب التوفيق الفتره اللي جايه. احمد كان ليه دور مهم جدا في فتره من الفترات في العمل في اكاديميه الاهلي في الامارات العربيه المتحده، حاليا بيفكر يخوض تجربه تدريبيه جديده، ففتره المعايشه ليه مع النادي الاهلي اتمنى يا رب باذن الله يبقى موفق فيها ويستفيد بيها بشكل كبير، عشان نشوف مدرب كبير في الفتره الجايه زي ما كان لعيب كبير ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت. طيب الجزئيه اللي كنت عايز اتكلم عليها المتعلقه بالتعاقدات، وبسمع اسامي كتيره واسامي مطروحه هنا وهنا، لعيبه هتيجي ولعيبه هتمشي، وانا عايز اكد لكم على جمله واحده بس، 90% من الاسماء المطروحه على السوشيال ميديا الاهلي ملوش علاقه بيها، 90% من الاسماء المطروحه على السوشيال ميديا الاهلي ملوش علاقه بيها. وما تستغربوش لو لقيتوا الاهلي بعد كده في فتره بعد ما يخلص الموسم ويبدا يشتغل على تدعيمات الموسم الجديد، هتلاقي اسماء مختلفه عن بعض الاسماء المطروحه، ممكن تلاقي اسم او اتنين، عشان كده انا بقول 90%، لكن من ضمن ما يقرب من 10-15 اسم الكلام ده مش حقيقي، لان الاهلي اصلا لو هيدعم هيدعم في اطار محدود دون الخوض في المراكز الفنيه، بس بتتكلم في 3-4 لعيبه. الاسماء المطروحه ممكن تلاقي منهم اسم ولا اتنين لو الاهلي بيفكر فيهم، ولكن في اسماء اخرى الاهلي شغال عليها مش موجوده ولا مطروحه على السوشيال ميديا، ودي ميزه التفكير الخاص بالتعاقدات خلال الفتره الجايه. في اسماء ممكن تكون اسماء كبيره جدا الناس عارفاها، والناس عارفه ان اللعيبه دي لعيبه كبيره ومتالقه ومكسره الدنيا، ولكن محدش فكر ان ممكن الاهلي يتعاقد معاه. لا، ممكن الاهلي يفكر في الاتجاه ده، وممكن يكون الاهلي شغال في الاتجاه ده، وممكن يكون الاتجاه ان انت بتشتغل بامور سريه في ملف التعاقدات وعندك اسامي تانية بيتم طرحها على السوشيال ميديا عشان تقدر تخلص الملفات اللي محدش يعرف عنها حاجه الا اصحاب القرار اللي بيفكروا في التخطيط للموسم اللي جاي. فانا مش هقول نصيحه، هو جمهور الاهلي بقى عارف مين اللي بيقول الخبر الصح ومين اللي بيقول الخبر الغلط، مين اللي ليه هدف، مين اللي ليه انتماء في سكه معينه اللي عايز يرمي بالونه. فانا باكد لكم الاهلي بيشتغل على ملف التعاقدات بشكل سري للغايه، والاسماء اللي مطروحه على السوشيال ميديا بنسبه كبيره جدا لا يفكر الاهلي في ضمها خلال الفتره الجايه، والاهلي بيفكر على تدعيمات في مراكز محدده بترشيحات من كولر للعيبه ليها اسم ووزن كبير جدا، عشان المرحله الجايه الاهلي عايز يكسب كل البطولات اللي هيخش فيها، عايز يعمل نفس المرحله الاستثنائيه اللي كانت موجوده من 2005 ل 2008. جيل كان بيخش الخمس بطولات، يوم ما بيخسر بطوله بتبقى بطوله الكاس، الفريق خد اجازه بيلعب بالصف الثاني، ممكن يوصل فاينل يكسب يخسر، لكن البطولات الاساسيه كاس عالم انديه بتروح تلعب على الميداليه وعلى مركز متقدم، دوري ابطال افريقيا بتكسب البطوله، وعايز تحافظ على القوام اللي معاك، لان انت عندك قوام برضه على فكره، مفيش فرقه في مصر ولا في افريقيا عندها القوام ده. يعني برضه من الامور الغريبه اللي انا بسمعها، الاهلي بيفكر في لعيبه كتير قوي، لعيب في نص الملعب ولعيب في راس الحربه ولعيب في مركز الدفاع وحارس مرمى وي وي والكلام ده كله. واساسا يعني لو بصيتوا على القوام وبصيتوا على التشكيله وبصيتوا على قائمه الاهلي، افضل لعيبه في مصر، افضل لعيبه في افريقيا. لما الاهلي يفكر في 10-15 لعيب، امال الفرق الثانيه عايزه تعمل ايه؟ تعمل فرقه كامله بقى؟ لا، الاحتياجات هتبقى في اطار محدد، والاسماء مش بنفس ما انتوا بتسمعوا على السوشيال ميديا. ودي الجزئيه اللي كنت عايز اتكلم فيها، عشان الكلام الكتير اللي بيتكتب في السوشيال ميديا في موضوع التعاقدات اللي لسه ما اتخدش فيها قرار بنسبه كبيره، لان لسه الموسم مستمر لغايه نهايه شهر 7. امتى الاهلي يبدا يعلن عن التدعيمات والصفقات والامور دي؟ لما يتم فتح باب القيد، لما الموسم ينتهي بشكل رسمي. وانتوا عارفين مدرسه النادي الاهلي دايما، لما يبقى في حاجه انتهت بشكل رسمي وبطريقه ممكن تعلن فيها الاهلي بيعلن. بس هل يجوز ان انا اعلن والموسم شغال؟ لا طبعا، سواء لعيب انا بفكر اجيبه او لعيب عندي حتى بفكر ممكن اطلعه اعاره او حتى ابيعه او يتم تسويقه خلال الفتره اللي جايه. فكل حاجه بتبقى ليها توقيتات معينه، ومش محتاج اشرح كتير، الناس كلها عارفه الاهلي دايما بيفكر ازاي في هذه الجزئيه. ولكن في ملف التعاقدات صدقوني زي ما بقول لكم، والله العظيم بتحصل رحلات خارجيه فيها شغل لمسؤولين في النادي الاهلي محدش بيعرف عنها حاجه،
في ناس بتروح تخلص في تفاصيل ومحدش بيعرف عنها حاجه، والاسماء اللي بتلاقوها كتير على السوشيال ميديا وبتتردد كتير رايحه جايه، ممكن تلاقيها بالونه طالعه لهدف معين وانت اصلا بتخلص في موضوع تاني. فاستنوا شويه، النادي الاهلي زي ما بيفرحكم في البطولات، اكيد الناس المسؤوله عن التخطيط لقطاع الكره في الفتره اللي جايه بيحضروا بشكل كويس جدا عشان يفضل القوام ده والتشكيله دي افضل تشكيله تلعب بيها الدوري ودوري الابطال، وانت عندك بطولتين ب 11 مليون دولار. دوري السوبر الافريقي الكسبان هياخد 6 مليون دولار، كاس العالم للانديه الكسبان هياخد 5 مليون دولار. فانت داخل في بطولتين في اقل من 6 شهور بتنافس على 11 مليون دولار. فبالتالي لما تفكر في صفقات وتدعيمات انت بتفكر عشان تبدا تنافس على البطولات القويه دي. دوري السوبر وصلت فاينل كسبت خدت 6 مليون، كاس العالم للانديه الماكسيمم للبطوله البطل 5 مليون، ولكن وصلت مثلا خدت رابع 2 مليون، خدت مركز ثالث وميداليه برونزيه 2.5، لعبت فاينل وبقيت مثلا ثاني او وصيف تتكلم في 4 مليون دولار. فارقام كبيره جدا محتاجه تحضر لها بشكل كويس عشان النادي الاهلي زي ما نجح في الفوز ب 6 مليون دولار في النصف الاول من 2023 داخل في منافسه على 11 مليون دولار في النصف الثاني من 2023. طيب في تفاصيل اكتر عن تدريبات النادي الاهلي، والفريق اكيد بيستعد لمباراه الاسماعيلي، والنهارده الفريق في اخر تدريب قبل الدخول في معسكر مغلق موجود حاليا في التيتش، وزي ما استعرضنا منذ لحظات اخبار الفريق والتدريبات والاجواء اللي فيها الفريق قبل السفر الى الاسكندريه. لكن نروح بسرعه لزميلنا فاروق صلاح مفض قناه الاهلي. مساء الفل يا فاروق. برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا بالجزيره مقر النادي الاهلي بالجزيره. ويعني في هذه الاثناء محمد النادي الاهلي بيؤدي تدريبه الاخير قبل السفر والتوجه الى الاسكندريه لمواجهه فريق الاسماعيلي. طبعا انت عارف مبارتين في الاسكندريه، النادي الاهلي تقرر ان هو يقيم في الاسكندريه عقب انتهاء مباراه الاسماعيلي غدا ان شاء الله، والاستمرار في الاسكندريه من اجل مواجهه فريق الاتحاد السكندري يوم السبت القادم. مبارتين في مرحله مهمه جدا، نتمنى طبعا فيهم كل التوفيق لفريق النادي الاهلي سواء امام الاسماعيلي سواء امام الاتحاد، واتبقى باذن الله الخطوه الثالثه والاخيره امام فريق الزمالك وتكون مباراه التتويج باذن الله. طيب ايه اخر الاخبار عندك يا فاروق؟ احنا بصينا على التدريب وشفنا بعض اللقطات، ولكن بقى انت عندك كواليس، اتكلمت مع اللعيبه، اتكلمت مع الجهاز الفني، اخر الاخبار عندك في ظل انا عارف في كواليس كتيره وكلام كتير بيتقال على السوشيال ميديا. يعني خليني اقول لك يا محمد، يعني الكلام كتير جدا طبعا بيثار على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وانت عارف ان طبعا النادي الاهلي خلاص في مرحله حسم الدوري، وانت عارف دايما ان في هذه المرحله تتناثر الكثير من الاخبار، اخبار بتتقال هنا، اخبار بتتقال عن رحيل اللاعبين، عروض للاعبين. عايز اقول لك ان بعض اللاعبين انا بتكلم معاهم بيقول لي انا بتفاجئ بالكلام اللي بيكتب على السوشيال ميديا، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. اكيد لو في يعني في عروض او يعني اي عروض للاعبين بيتم من خلال النادي الاهلي وبيتم الابلاغ اللاعب وبيتم يعني التواصل مع اللاعب في هذا الامر، لكن خليني اقول لك ان يعني كل اللاعبين بتتكلم في هذا الامر احنا مش ملتفتين تماما لاي كلام بيثار على العروض على السوشيال ميديا او يعني عروض هنا او هنا. كل تركيزنا في الفتره الحاليه وان احنا نختم بطوله الدوري ونفوز بدرع الدوري وعوده الدوري من جديد الى الجزيره. عايز اقول لك نفس الكلام هو ده يعني ايضا الكلام بيقال من الجهاز الفني ايضا، سواء يعني مستر مارسيل كولر مع اللاعبين او الكابتن سيد عبد الحفيظ الكابتن سامي قمصان، مفيش اي كلام خالص. يعني انا بنفي لك ان كل الاخبار يا محمد اللي بتتقال على وسائل التواصل الاجتماعي من عروض لاي لاعب بدون ذكر اسماء اللاعبين الكلام ده غير صحيح بالمره. ايضا يعني استقدام بعض اللاعبين او يعني عوده بعض اللاعبين دي امور لم تحسم في هذه الفتره دي. التركيز اللاعبين تركيز الجهاز الفني بينصب على المرحله الحاليه، مرحله مباراه الاسماعيلي مباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، هي من اهم المباريات للنادي الاهلي. وانت زي ما قلنا محمد هي مرحله بتتلخص في مواجهتين الاثنين في مرحله واحده، مواجهه الاسماعيلي ومواجهه الاتحاد السكندري. مستر مارسيل كولر النهارده يا محمد يعني قبل بدايه المران يعني اجتمع مع اللاعبين، يعني الابتسامه اللي احنا شايفينها من مستر مارسيل كولر يعني دي من بعد مباراه فيوتشر، يعني كان باين علامات الغضب طبعا على مستر مارسيل كولر بعد التعادل الاخير مع فريق فيوتشر، وطبعا اتكلم على اهدار الوقت وان النادي الاهلي وصل كتير جدا، لا
لكن ما قدرش يستغل هذا الامر. لكن تقدر تقول النهارده الابتسامه اللي شفناها على وجه مستر مارسيل كولر، استقبال اللاعبين ليه، خلاص الجميع قفل صفحه مباراه فيوتشر، الجميع مركز في مباراه الاسماعيلي. عقد يعني جلسه كده مع اللاعبين يا محمد لمده 10 دقائق قبل انطلاق المران، شدد على اهميه مباراه الاسماعيلي واكد على هذه المباراه ضروره ان انا يعني اخلص مباراه الاسماعيلي، هستمر والفريق هيبقى مقيم في الاسكندريه، هبدا ان انا افتح مباراه الاتحاد السكندري، بعد مباراه الاتحاد السكندري نبدا الحديث على مباراه التتويج ان شاء الله، مباراه الزمالك واهميه هذه المباراه. لكن كل الكلام حاليا الداخل النادي الاهلي مع اللاعبين مع الجهاز الفني اهميه مباراتي الاسماعيلي والاتحاد السكندري. طيب في جزئيه متعلقه باكرم توفيق وكريم فؤاد، في امل ممكن يلحقوا حتى مباراه كاس مصر اللي هتتلعب يوم 30/7 لو كملنا الكاس في اول اسبوع في 8، ولا السنه دي صعب جدا اكرم وكريم يلحقوا الموسم الحالي والاستعداد بقى يبقى للموسم الجاي من شهر 9 باذن الله؟ يعني محمد ده نقطة مهمة جدا، ويعني الكتير جدا من جماهيرنا طبعا بيهمهم طبعا يطمنوا على حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد. تعرف ان يعني خلال الفترة الماضية الدور الطبي اللي قام بيه النادي الأهلي سواء يعني بقيادة رئيس الجهاز الطبي دكتور أحمد أبو عبلة طبعا بالتنسيق، ويعني الإمكانيات اللي تم تحيتها للجهاز الطبي النادي الأهلي من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي خاصة في يعني العمليات اللي أجريت للاعبين سواء لكريم فؤاد أو أكرم توفيق. خليني برضه أقول لك يا محمد إن في هذا السياق أو في هذا الأمر كنت اتكلمت مع الدكتور أحمد أبو عبلة في هذا الأمر، يعني أكرم توفيق كان في بعض يعني كلنا عارفين إصابة الرباط الصليبي، لكن في بعض طبعا أنت عارف بعض الأمور التانية تمت خلال العملية أيضا عملية الرباط الصليبي، تعرف طبعا بيبقى في بعض الأمور تنظيف للركبة وأمور تانية تمت في يعني عملية أكرم توفيق كانت تستدعي وقت أكتر من الفترة اللي كانت مقدرة من قبل اللي هي فترة الرباط الصليبي. لكن القياسات البدنية والأمور الطبية والمتابعة اللي أجراها أكرم توفيق في الفترة الأخيرة أثبتت يعني ما شاء الله، يعني أكرم توفيق واحد من اللعيبة الرجالة، ومدى استجابة عضلات أكرم توفيق لي يعني خلاص للعلاج والبرنامج الطبي الموضوع. يعني على هذا السياق يا محمد الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا كريم فؤاد دخل في مرحله مهمه جدا من مرحله العوده الى الملعب، بدا بمرحله الجري حول الملعب. يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه كريم فؤاد بيجري حول الملعب، اعتقد دي مرحله مهمه جدا، لكن عشان احسم لك هذا الامر اعتقد من الصعب جدا يعني يكون موجودين خلال فتره مباراه الكاس او يعني نهايه هذا الدوري. تقدر تقول يعني مع بدايه انطلاق الموسم الجديد باكد لك طبعا جاهزيه اكرم توفيق وكريم فؤاد. تعرف طبعا الدكتور احمد ابو عبله في هذا السياق او في هذا الامر يعني بيتحرى الدقه جدا ان هو يكون حريص جدا على سلامه اللاعبين، عدم المجازفه باللاعبين، باكد لك هذا الامر. يعني باكد لك ايضا على كافه الامور الطبيه، البرنامج الطبي الموضوع ليهم بيسير بخطى اكثر من ممتازه واكثر من اللي كان متوقع. طبعا المتابعه مع الدكتور اللي كان اجرى الجراحه سواء لاكرم توفيق او لكريم فؤاد واشار واشاد بهذا الامر، لذلك انا باكد لك عوده الاثنين. وهو يعني بالمناسبة محمد انت عارف ان اكرم توفيق كانت اصابته قبل كريم فؤاد بشهر، لكن خليني اكد لك ان عوده الاثنين هيكون الاثنين مع بعض في نفس التوقيت اكرم توفيق وكريم فؤاد. على هذا السياق محمد واحنا بنتكلم على اصابات اللاعبين باكد لك عمرو السوليه خلاص بدا برضو دخل المرحله الاخيره من التاهيل بالجري حول الملعب، ايضا محمود متولي. تقدر تقول يعني النادي الاهلي من الناحيه الطبيه الخاصه بعمرو السوليه ومحمود متولي خلاص من الناحيه الطبيه الدكتور احمد ابو عبله قال الامور الطبيه خلاص تمت، بادئ يعني خلاص في الجزء الاخير من مرحله التاهيل، ثم طبعا ياخدوا اجزاء من المران الجماعي ثم الاشتراك بصوره كامله في المران الجماعي للنادي الاهلي. تقدر تقول يا محمد ان دي يعني كل الامور الخاصه بالناحيه الطبيه لبعض اللاعبين اللي طبعا الغايبين عن النادي الاهلي في الفتره الاخيره. باذن الله. الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. وفاروق اكد على حاجتين، فكره اللعيبه اللي يعني بتتلقى عروض للرحيل عن الاهلي، وهو طبعا مش هنقول اسماء لكن هو اتكلم بشكل مباشر مع اهم اتنين لعيبه السوشيال ميديا بتتكلم عليهم في الساعات الاخيره. لا اللعيبه بتقول ان احنا اصلا عندنا عروض ولا بتتكلم في القصه دي مركزين في الدوري، ولا كمان الجهاز الفني قال اه ده في عروض. كل الكلام المطروح على السوشيال ميديا على فكره في زياده شويه وفي كلام خارج السياق وغير حقيقي، والتركيز اكتر لغايه حسم الدوري ثم التفكير بعد كده بقى في نهايه الموسم ازاي هنبدا نحضر للموسم اللي جاي. الجزء المتعلق بكريم واكرم ان شاء الله يبدو كده ان هم هيكونوا جاهزين مع بدايه الموسم الجديد، والجهاز الطبي يعني هيستنى عليهم شويه لغايه لما يخلصوا البرنامج التاهيلي
بعد نهايه الدوري وبعد نهايه كاس مصر في حال استمرار الاهلي ان شاء الله حتى المباراه النهائيه. طيب اخر اخبار الترند فيها تفاصيل مهمه جدا، نطلع نتابع عشان عندنا كلام مهم جدا تحديدا في ترند الاهلي. طيب البدايه بترند الاهلي، والبدايه في ترند الاهلي النهارده من خلال حساب اليوم السابع، كولر يفاضل بن كهربا ومحمد شريف لقياده هجوم الاهلي امام الاسماعيلي. ودي الجزئيه اللي كنت بتكلم عليها على فكره جاهزيه كل العناصر لخوض مواجهه الاسماعيلي، وكولر هيسافر بالتشكيله الاساسيه وبالقوه الضربه. اليوم السابع ايضا بيقول ان كولر يطمئن على حاله المصابين في الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي. المصابين بنتكلم سليه متولي، فاروق كان بيتكلم عليهم دلوقتي وطمنا على استمرار برنامجهم التاهيلي، اكرم وكريم ان شاء الله هيكونوا جاهزين بقى مع بدايه الموسم الجديد. طيب نروح كمان لحساب الاهرام، الاهلي يستقر على تمديد تعاقد كولر عامين جديدين بعد السوبر الافريقي. طيب انا اعتقد بنسبه كبيره الاستقرار على تجديد او تمديد التعاقد هيكون بعد نهايه الدوري والكاس، لان ما فيش سوبر افريقي في شهر 8 بنسبه كبيره جدا. طيب نروح كمان لحساب سبورت 360 مصريه، وكلام على ملك الحلول علي معلول. معلول مع الاهلي في بطوله الدوري لعب 150 مباراه. طبعا ده مش الدوري السنه دي، يعني في بطولات الدوري من ساعه ما انضم في 2016. لعب 150 مباراه، عمل 76 يعني مساهمه تهديفيه، احرز 33 هدف وعمل اسيست 43. لو جمعنا الاهداف بالاسيست يبقى ليه مساهمه تهديفيه 76 هدف، وده رقم كبير جدا على لاعب مركزه الباك ليفت، ظهير بدرجه صانع العاب وهداف. 33 هدف ده رقم كبير جدا للاعب في مركز الظهير الايسر. معلول تفوق على جيربيرتو بصراحه، اصبح معلول احد ابرز الاجانب اللي انضموا ولعبوا في الاهلي عبر التاريخ. حساب يلا كوره بيتكلموا على بديل معلول، هل ممكن يبقى بديل محلي؟ يلا كوره يكشف كيف يفكر الاهلي في تدعيم الجبهه اليسرى. مصدر قال ان الاهلي بيتفاوض مع اللاعب محمد شكري ظهير سيراميكا، ويحق للاهلي شراء اللاعب مقابل 7 مليون جنيه، خاصه ان الاهلي مش هيجد صعوبه في ضمه. قالوا طبعا شكري انضم لسيراميكا قادمه من الاهلي لمده 3 سنين، ولكن في بند يتيح للاهلي اعاده الشراء ورغم انتهاء عقد محمود وحيد مع طلائع الجيش. طيب عموما هنشوف لسه ملف التدعيمات خلال الفترة اللي جاية. طب نروح للمشاركات، والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، أفضل تشكيل يلعب بيه كولر مباراة الإسماعيلي بكرة. أستاذ شعيب بيقول الشناوي، منعم، ياسر، معلول، هاني، ديانج، مروان، السلية، السلية مصاب على فكرة يا أستاذ شعيب، تاو، عبد القادر، شريف، بالتوفيق إن شاء الله للأهلي. أستاذ عمرو منصور بيقول مساء الخير والفل يا أستاذ محمد، التشكيلة المتوقعة لمباراة الإسماعيلي، الشناوي، معلول، منعم، ياسر، هاني، مروان، ديانج، أفشة، عبد القادر، شريف، تاو. كل التوفيق والنجاح والدعم للنادي الاهلي. استاذ صلاح بيقول الشناوي، هاني، منعم، ياسر، معلول، ديانج، قندوسي، مروان، الشحات، شريف، تاو، بس اتمنى اشوف كريستو من اول المباراه، لاعب جيد جدا محتاج ياخد ثقه. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ياخد مساحه اطول في المباريات. استاذه بسنت بتقول حراسه المرمى، الشناوي، هاني، منعم، ياسر، معلول، مروان، ديانج، القندوسي، تاو، الشحات، كهربا، بالتوفيق للاهلي يا رب. على فكره في استقرار كبير جدا على حراسه المرمى وخط الدفاع، لكن نص ملعب يا اما قندوسي يا اما قفش. استاذ احمد اشرف اهو، السلام عليكم يا استاذ محمد، اتوقع في حراسه المرمى الشناوي، الدفاع هاني، منعم، ياسر، معلول، الوسط مروان، قفشه، ديانج، في الهجوم كريستو، كهربا، الشحات، وباذن الله 11 راجل في الملعب. استاذ احمد اول واحد توقع ان ممكن كريستو يبدا المباراه. هفضل متذكر هذا التوقع لغايه ما نشوف تشكيل مباراه بكره. لو كريستو بدا احييك بجد يا استاذ احمد على توقعاتك ان كريستو هيكون في التشكيله الاساسيه. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.